أساس الطب وأساس بيزيشكي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا يك حديث وروايات داريم، ما من منا مقتول إلا مقتول أو مسموم، أز أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مي بيني تو أحاديث داريم، أجر يكي أز أهل البيت يو بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم وإمي أهل البيت معصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أجر بقتل نمي رسادن ومسموم نمي شدن تو الآن زنده هستن بو ما بودن، ودليلش صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بينمون هستش، وجود داره با ما، ولی ما نمیشناسیمش، زندگی میکنه با ما ولی ما نمیشناس. اون آقای امام عصر و زمان میشناسه ماها تک تک به اسممون و اسم مادرمون و اعمالمون و هر چیزی هم، ولی ما نمیدونیم.